السلام عليكم، انا ليان عبد الله، بشرح لكم اللي هو فلويد بارت 1. ومعليش اذا كان في اغلاط او شيء قاعد انطقها غلط. فاول شيء بنبدا فيه اللي هو الماده لها ثلاث انواع زي ما نعرف، وخذناها يعني قبل مره سهله لكن يعني للتذكير بس. فاول شيء عندنا السوليد. طيب لما تكون عندنا سوليد اللي هي المواد الصلبه، فبتكون عندنا لها حجم ثابت وشكل ثابت، وبعد بتكون غير قابلة للانضغاط لأن عندنا الجزيئات بتكون متراصة فما نقدر نضغطها. أما هنا الليكويد، أول شيء عندها حجم ثابت، وعندها اللي هو شكلها بيكون غير ثابت لأنها تأخذ اللي هو حجم الوعاء اللي ينحط فيه. عندنا بعد اللي هو بتكون غير قابلة للانضغاط بسهولة، يعني في بعض السوائل تنضغط عادي لكن بتكون بصعوبة. يعني عندنا الغازات اللي هي ليس لها حجم ثابت ولا شكل ثابت، يمكن ضغطها بسهولة، فهذا الفرق بينها. طيب نبدأ بأول سلايد. هنا نفس الكلام اللي قلته طبعا، واللي هو أنواع المواد وهل تنضغط أو لا، هل تأخذ اللي هو الشكل هل يتغير أو الحجم. طيب هنا يقول what is the fluid. الفلويد عندنا الأغلب يغلط إن الفلويد بس اللي هي السوائل، لكن الفلويد بشكل عام هي الغازات والسوائل مع بعض، تمام. وإنه يكون اللي هي it take the shape of container، إن تأخذ شكل الوعاء اللي فيه، تمام. ونفس ما نعرف أساسا الليكويد يأخذ شكل الوعاء وبعد الغازات. أنا لو حطيتها بشكل يعني حطيتها بعلبة صغيرة بكبيرة فهي على حجم الوعاء اللي هي فيه، تمام. هنا يقول why gases are compressible but not liquids. هنا السؤال يقول لي إن ليش الغازات تنضغط أما الليكويد ما ينضغط يعني بشكل سهل. فهنا نعرف إن أساسا الغازات يكون بين الجزيئات فراغ، فهذا اللي يخليها قابلة للانضغاط وذكرتها فوق بعد. أما هنا في الليكويد ما يكون بينها فراغ، ومنه يكون بينها فراغ لكن قليل مرة اللي هو يخليها تتدفق وزي كذا، لكن مو لدرجة إنها تنضغط زي اللي هي الغازات. وهذا باختصار اللي هو سلايد الأولى. نروح السلايد الثاني. يقول why do cubes of the same size and shape have a different masses. عندنا same size قال لي، أوكي، وقال لي same shape يعني عندها نفس الشكل وعندها نفس اللي هو الحجم. طيب يقول لي ليش إن عندها different masses، ليش عندها كتلة مختلفة. بالبداية هنا أول شيء نوع المادة تختلف، فإذا كانت نوع المادة تختلف راح تختلف عندنا الدينسيتي. الدينسيتي اللي هي الكثافة، فالكثافة حتى لو جبنا مثلا جبنا سائل وجبنا صلب فالدينسيتي للمواد الصلبة بتكون أعلى، خلاص. يعني هذا الشيء يعتمد على المادة ما يعتمد على الحجم، حتى لو كان حجمها زي بعض الدينسيتي بتختلف. طيب هنا يقول لي the mass density okay. هذه الإجابة حقتها يعني. هنا عندنا القانون اللي هو للماس، الرو تساوي الام على الفي، الام هي الكتلة والفي هي الفوليوم واللي هو الحجم. الام تقاس بالكيلوغرام الاس اي يونت، والحجم متر كيوبك. طيب فالاس اي يونت حق الرو اللي هي الدينسيتي بتكون كيلوغرام بير متر كيوبك. طيب هنا عندنا تحويل مهم مرة، كيف نحول من سنتيمتر كيوبك إلى متر كيوبك. نضرب بعشرة السالب ستة، ومرة مهم تحفظونه. طيب وهنا نلاحظ أن لكل مادة دنسيتي مختلفة، فعشان كذا هنا بهذا السؤال حطيناها أنه يختلف، تمام.
ملاحظة إن اللي هي الغازات تكون لها density مختلفة وتختلف بدرجة الحرارة. طيب كيف تختلف بدرجة الحرارة؟ كل ما زادت درجة الحرارة راح نشوف إن الدنسيتي بتكون أقل، تمام؟ فهنا كانت 20 كانت زايدة درجة الحرارة، هنا كم بتكون؟ 1.20. طيب أما هنا كانت أقل، فهنا نشوفها إنها زادت الدنسيتي. طيب وهذا بس كمعلومة يعني لكم إنه يختلف مو شرط زي بعض. وبنشوف إن هنا الوتر كأن هذا مرة مهم تحفظونه أساساً اللي هو 1000، أتوقع يجيبونه بالاختبار. بعدين نشوف أنه قاعد يزيد اللي هو المواد الصلبة قاعد تزيد. طيب هنا why does gases have always lower densities، يقول لي أنه ليش اللي هو الغازات تكون lower densities. زي ما نشوف هنا المساحة بين الجزيئات تكون أكبر، فالدنسيتيز بتكون أقل. كل ما كانت اللي هو المسافة بين الجزيئات أكبر راح تقل الدنسيتي، يعني إيش تكون أكبر دنسيتي للمواد الصلبة. طيب وش السبب؟ لأن تكون المسافة بين الجزيئات قليلة، لأن الجزيئات تكون متراصة، فالدنسيتي بتكون حقتها عالية جداً بعكس اللي هو الغازات لأنها أقل شيء. طيب هنا عندنا سؤال يقول لي a piece of glasses is broken into two pieces، طيب of different size. هنا الأغلب بهذا السؤال راح يقول مدامها إن different size راح تكون different density، وهذا شيء غلط. ليش؟ لأنه هو ما قال لي إن هذه مادة ثانية، هي كلها قال لي إنها glasses خلاص. فدام ان المادة زيها راح تكون الدنسيتي زيها مهما كان حجمها، او مهما كان يعني اللي هو اقصد مهما كان مو حجمها اللي هي الكتلة حقتها الماس حقتها خلاص. فمثلا اجيب لو اجيب مويه الحين واحط مثلا كوب، هنا عندنا مثلا الاكواب 3 اكواب، واقول هذا هنا هذا يعني حد إلى هنا تمام، وهذا إلى هنا وهذا إلى هنا، أروح أقول الدنسيتي هنا أعلى شيء أو هنا أعلى شيء، وهذا غلط لأن الدنسيتي يعتمد على السائل اللي أنا حاطته بهذا الشيء. مدامني حطيت موية فإن الدنسيتي 1000 فيهم كلهم. ولو كانت هذه المادة مثلا نقول إنها أوكي قال لي إنها glasses، نعتبر مثلا إن الدنسيتي حقه مثلا نقول 700 مثلا يعني، فهنا هذه بتكون density 700، density هنا 700 وهنا بتكون 700، يعني ما يختلف أبدا. فهنا بعد قال لي توضيح الزيادة بس تقريبا نفس الكلام اللي قلته يعني، بس إذا تبغون تقرونه. طيب هنا سؤال ثاني قال لي gases are compressible. This mean that for given sample of gas. هنا يقول لي لو إن الفوليوم هو اللي بيتغير أو إن الماس هو اللي بيتغير إيش راح يصير؟ في هذا السؤال هنا قال لي إن الغاز ضغطناه، فلما أنا أضغط الغاز هل بيتغير اللي هو الماس؟ ما يتغير مهما كان. هو 1 جرام خلاص بيصير 1 جرام يعني ما راح يتغير تمام. 5 كيلوغرام بيظل 5 كيلوغرام ما تتغير. لكن إيش اللي بيتغير؟ اللي بيتغير هو يعني أكتب لكم القانون عشان تعرفون، هذا بيكون ثابت. فأنا راح استبعد الإجابات اللي فيها الام اللي هو الماس إنه بتكون change easily، لا لأنها بتكون ثابتة ما راح يعني تتغير. أما عندنا الفوليوم هي اللي راح تتغير. ليش؟ لما أنا أضغط الغازات طيب راح يزيد حقها الحجم خلاص، ما أدري يزيد ولا ينقص لكنه بيتغير يعني تمام.
فهذا راح يتغير. بما أن الفوليوم بيتغير عندنا هنا علاقة عكسية، وهو راح يتغير اللي هو الدينستي. لو زاد الحجم اللي هو الدينستي بتقل، ولو قلت هنا راح يزيد. فإيش اللي بيتغير؟ تتغير عندنا الفوليوم وبتتغير عندنا الدينستي. طيب هنا السلايد الثاني يقول what is fluid pressure. باختصار الضغط اللي هو تأثير القوة على نقطة معينة. وهنا قانونها، هنا طبعا بس شرح لي ايش معناته القانون. البرشر اللي هو القوة على مساحة السطح. طيب سهل القانون، ما يحتاج اي شيء. عندنا القوة وحدتها بنيوتن، اللي هي cross section area، اللي هي وحدتها المتر تربيع. طيب فبتكون الاس اي يونت نيوتن لكل متر تربيع، وتسمى باسكال. خلاص يعني هذه كاملة نسميها باسكال، والاس اي يونت اللي هو الباسكال. عشان اقول لكم غلط، هذه هنا الصح. طيب هنا بتكلم لكم عن الصورة هذه. طبعا هنا بس قاعد يقول لي ان القوة راح تأثر لي بكل جزء من الفلويد او زي كذا يعني باختصار. فهنا وش بتكلم عن الديب، اوكي، العمق والبرشر وش علاقتهم مع بعض. لو كان هنا عندي يس، طيب لو كان عندي هنا بوينت A وهنا عندي بوينت B وهنا C، طيب كيف أحدد البرشر؟ عندي قانون أو استنتاج إن كلما زاد العمق كلما زاد البرشر، يعني اللي تكون أعمق نقطة هي راح تكون فيها البرشر عالي. فهنا راح نقول البرشر at البوينت A بتكون أكبر من البرشر at point B، أكبر من البرشر at point C. وهذه المعلومة مرة مهمة، حتى بالبارت الثاني والثالث نستخدمها. فالمهم نعرف إن كل ما زاد البرشر راح يزيد عندنا العمق أو العكس يعني عادي. تمام، وش بعد؟ بس طيب هذه السلايدة يعني ما أدري صراحة، لكن نفهم فيها اللي هو يعني ان في جهاز اللي هو بريشر ميجرينج ديفايس، ويقيس لي الضغط بانه راح ياثر بقوه، المائع نفسه راح ياثر بقوه فيعكس لي الضغط وراح يقيس. يعني هنا بس بعلق على حاجه، ان هنا مهما كان اتجاه الجهاز، نشوف هنا اتجاهها من هنا هنا من هنا، فمهما كان الاتجاه راح يكون عندهم سيم بريشر. خلاص راح يقيس لي نفس البريشر ما دام هم ايش في السيم هوريزونتال لاين. هنا نفس الشيء، نشوف ان هذه على تحت، نشوف ان هذه على اليمين، هذه فوق، بس انه راح يقيس لي نفس الضغط ما يتغير. ليش ما يتغير؟ لان نفس اللي هو المستوى، نفس العمق، فان ما راح يتغير. بوضحها زيادة، يعني مثلا لو عندي نقطة هنا وعندي نقطتين هنا واحدة هنا، وهذه بسميها A B C وهنا D. خلاص فبنقول أكبر واحدة، أكبر نقطة البرشر فيها اللي هي أعمق شيء، فهنا بتكون D أكبر شيء، فبقول البرشر at point D أكبر من إيش؟ من B و C، هذه متساوين. بقول إن البرشر B تساوي pressure C، وراح تكون أكبر من ال pressure A. فهمتوا كيف؟ يعني هذه اللي بال same horizontal line راح تكون same pressure. طيب السلايد اللي هنا يقول لي pressure in liquids، الضغط هنا قال لي الضغط بشكل عام، أوكي مو هنا، هنا هنا عندنا ال pressure في الليكويد. ال pressure في الليكويد ويكون static liquid، يعني
اللي هو السائل يكون ثابت يعني بدون ما كيف أقول لكم، بس إنه ثابت. فلو أحط بكوب موية فهذه بيكون إيش؟ ثابت ما يتحرك، يعني ما فيه اللي هو الجريان أو شيء. تمام. هنا لو جينا ناخذ قطعة منه ونشوف عليها البرشر، فبنلقى إنه قاعد يتأثر بقوتين من اليمين ومن اليسار، وهذه القوتين راح تلغي بعض لأنها متساوية، وبيبقى عندنا اللي هو البرشر آت السيرفيس، يعني عندنا اللي هو برشر في السطح. تمام. وهنا كمان عندنا اللي هو برشر اللي هي تدفع السائل للأعلى، خلاص. غير إن عندنا اللي هو هنا الام جي اللي هي الوزن، قوة الوزن تؤثر بعد للأسفل. فعشان تكون متساوية لازم تكون عندنا قوة وزن وقوة ثانية اللي هي برشر ات السيرفس. القانون حقها بس إن نقول إن البرشر بتساوي البرشر ات السيرفس، أو نقول البرشر اتوم اللي هي نفسها البي اتوم زائد الرو في الجي في الاتش، الرو في الجي في الاتش أو الدي يعني كلها نفس بعض. هذه نسميها جيج برشر. طيب هنا نفس ما قلت إن لازم يكون الليكويد أترست عشان نطبق عليه هذا القانون، لازم نطبق هذا القانون إذا كان اللي هو الفلويد ستاتيك. هنا يقول لي نسميه اللي هو البرشر هذا راح نسميه هيدروستاتيك برشر، لأن في الليكويد بيكون وشو أترست يعني. طيب الإكويجن هذه أو المعادلة بعد بسميها وشو؟ بسميها هيدروستاتيك برشر إكويجن. تمام. هنا اللي هو هذا سلايدة، سلايدة 9، يقول لي أنا أحطت هالسؤال اللي هو متى نعتبر النقطتين متساوية في الضغط؟ متى أقول إن هذه النقطتين راح تكون متساوية في الضغط؟ إذا كانت 5 هنا بتكون 5، هنا 6 هنا 6. متى أقول هالكلام؟ أول شيء عندنا شرط إنه يكون connected liquid. كيف connected liquid؟ يعني إنه يكون متصل. زي ما تشوفون هنا اللي هو مثلا لو عندي مثلا خزان أوكي وقاعد يطلع منه الموية، الليكويد نفسه ومتصل فيه، فهنا نقول إنه إذا تطبقت الشروط الباقي نقول إنه الضغط بيكون متساوي. طيب وش الشروط الباقي؟ هذا الشرط الأول إنه يكون connected liquid. الشرط الثاني same horizontal line، يعني هنا الأولى هنا الثانية، ما أقول واحدة هنا والثانية هنا فهذه غلط. لو أقول لازم تكون هنا مثلا وهنا فهذه بنفس اللي هو المستوى، فعشان كذا تكون نفسها. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث same liquid، يعني أنه لازم يكون نفس اللي هو السائل، مثلا ما يكون نوعين مختلفة. إذا كان هنا موية مثلا وهذا اللي هنا كان هنا كان oil. تمام. فهل أعتبر هذه النقطة تساوي هذه النقطة؟ لا. ليش؟ لأن الليكويد يختلف. فمثلا لو قلت هنا وهنا هل هذا صح؟ صح. ليش؟ لأن الليكويد نفسه. فهذه الشروط الثلاثة اللي لازم تكون متوفرة عشان نقول إن النقطتين هذه متساوية في الضغط. طيب هنا عندنا الباسكال، مبدأ باسكال. طبعا مبدأ باسكال يقول لي الفلويد is changed the pressure at every other point and the fluid changes by the same amount. يعني يقول لي إذا مثلا أنا غيرت، إذا تغير هذا البرشر هنا بمقدار مثلا نقول أنا حط كتبتها هنا أن هنا كان 1 باسكال أوكي، صار تغير إلى 3 باسكال، كم زاد؟ زاد 2 خلاص. فيقول لي أن إذا زاد الضغط في نقطة معينة بضغط يعني معين فهنا زاد بكم؟ زاد ب2 في هذه النقطة. قاعد يقول لي في أي نقطة ثانية راح يكون إيش؟ راح يتغير بنفس المقدار. كيف يعني؟ طيب هنا عندنا نقطة ثانية من نفس الليكويد كانت 3، كم بتصير؟
بما أن هنا تغير 2 فالنقطة هذه راح تتغير ب2 فبتصير 5 باسكال. أوكي هنا 4 فكم بتصير؟ بتصير 6 باسكال. هنا 6 كم بتصير؟ 8 باسكال. لو عندي هنا نقطة ثانية كانت مثلا نقول 5 كم بتصير؟ 7 باسكال. فبهذه الطريقة إن أي نقطة إن لو تغيرت نقطة في اللي هو في الليكويد البريشر حقها تغير بمقدار 5 مثلا نقول، أي نقطة ثانية موجودة راح تتغير بنفس المقدار يعني تزيد ب5، وانتبهوا إنه زائد. أوكي طيب هنا يقول لي rank in order from the largest to smallest the pressure at point اللي هي A و B و C و D و E and F. طيب هنا زي ما قلنا إن البريشر ازداد بزيادة العمق، فاللي بتكون في same horizontal line راح تكون إيش؟ متساوية. فهنا قلنا اللي هي ال A تساوي ال B تساوي ال C، وهي أكبر من إيش؟ لأنها تحت، كل ما زاد العمق زاد البريشر، فهذه كلها بتكون أكبر من دي. أوكي ودي بتكون أصغر اللي هي أكبر من F، والF هذه بتكون أكبر من A. طيب بشرح اليوم الحين رح نكمل سؤال 4. السؤال يقول لي إن إذا كنت أغوص تحت الموية تمام وحسيت بشيء غير مريح أو عشان كذا، فهو هذا السبب الضغط اللي قاعد يصير. أعطاني اللي هو من المعطيات المساحة طبلة الأذن خلاص، وأعطاني بعد القوة، وبس قال لي هنا ملاحظة إنه ما يحتاج البالانس خلاص، والمطلوب من السؤال اللي هو الماكسيموم ديبث اللي هو الدي. طيب كيف راح أجيب الدي؟ في البداية بنقول القانون عندنا اللي هو البي تساوي البي نوت أو بي دوت أدري، المهم إنها البريشر أت سيرفيس زائد الرو في الجي في الإتش. الرو في الجي في الإتش هذا نسميها جيج بريشر، وعندنا البي هذه راح نسميها اللي هي الأكشوال بريشر، وراح أحط لكم المسميات بعد ما خلص بنزلها صورة تمام عشان إذا جت أسئلة تعرفون مثلا هو يقصد إيش بالضبط، هل هذا الجزء أو هذا أو هذا، تقريبا لها كم مسمى فيحتاج تحفظونها. طيب بالبداية عشان أجيب اللي هو الديبث الماكسيموم ديبث راح أجيب البريشر الأكشوال بريشر يعني، والأكشوال بريشر اللي هو قانون الإف على الكروس سكشن أريا اللي هي الأي. فأعطاني هو جاهزة اللي هي الإف وعوضنا عنها ب7، عندنا اللي هو الكروس سكشن أريا أعطاني إياها بالملي متر تكعيب، راح أحولها للمتر تكعيب، راح أضرب اللي هو 10^6 خلاص، بس هنا عشان المهم ضربوها 10^6 إن بعدين بيطلع لنا الناتج اللي هو 100,000 باسكال. طيب هنا قال لي without balance، فلما يقول لي without balance في السؤال راح أحذف البي اللي هي pressure at a surface راح أحذفها من القانون، فبصير عندي القانون بهذا الشكل اللي هو بي تساوي البي at a surface اللي راح نحذفها، فبتصير الأكشوال بريشر تساوي الرو في الجي في الإتش أو الدي يعني عادي تمام. نحط الدي اللي هو موضع القانون، فبصير عندنا الدي تساوي الأكشوال بريشر على الرو في الجي. الرو أو شيء البريشر اللي هو الأكشوال بريشر طلعناها فبعوض عنها، عندنا الرو اللي هي 1000 طبعا من وين جبناها وزي كذا، هذه موجودة ثابتة وتكون موجودة بالسؤال، مثلا لو كان موية بيقول لي 1000 تساوي 1000 يعني الرو للمدري ايش بيعطيك اياها بالسؤال. طيب الجي اللي هي الجرافيتي بتكون 9.8، وبالنهاية بيطلع لنا الجواب 10 متر اللي هو الإجابة دي. طيب الحين اللي هو آخر سؤال بـ part 1،
يقول لي إن لو كان عندي هذه الأسطوانة تمام، وفيها كان فيها وتر، لما تشوفون هنا فيها وتر وفيها أويل. طيب الوتر لها دنستي خاص والوتر لها دنستي خاصة، فهنا قال لي المطلوب اللي هو الجيج بريشر at the bottom. الجيج بريشر at the bottom، احنا نعرف ان الجيج بريشر وشو، الرو في الجي في الاتش او الدي تمام. فهو قال لي at the bottom يعني ايش؟ يعني اللي في العلبة كامل بجيب الجيج بريشر حق هذا زائد الجيج بريشر حق هذا حق المادتين. مثلا حط لي مادة ثالثة اروح اقول هذا زائد هذا زائد هذا، خلاص يعني ما يفرق دام قال لي جيج بريشر. ولو كان مادة واحدة مثلا حط لي بس الموية، فأنا أقول الجيج بريشر رو في الجي في الاتش حق الوتر بس، خلاص هنا عرفنا إيش معناته الجيج بريشر. فهذا السؤال يعني الصراحة سهل، اللي هو بنقول الجيج بريشر حق فبقول هنا الجيج بريشر حق اللي هو الوتر بلس اللي هو الجيج بريشر حق الأويل، فبقوم أعوض الرو في الجي في الاتش حق الوتر والرو في الجي في الاتش حق الأويل. طيب الرو حقت الوتر كم؟ 1000، الجي 9.8، الاتش شوفوا هنا عندنا بعد في شوية يعني لفة، أعطاني اللي هو حق الوتر الارتفاع كان 25 سنتيمتر، خلاص. وأعطاني معطى ثاني إنه الارتفاع هذا كامل الوتر زائد الأويل أعطاني إنه 40 سنتيمتر، خلاص. بس أنا ما أعرف كم اللي هو ارتفاع الأويل، فكيف أجيب؟ عادي عندنا قيمة كبيرة وعندنا قيمة صغيرة، فأنا بطرح اللي هي 40 كامل من المعلوم عندي اللي هو 25، بيطلع لي 15 تمام. ولا ننسى التحويل للمتر. طيب فهنا حول 15 و25 حولها للمتر، فصارت 0.25 وهنا 0.15. طبعا تضربونها بعشرة سالب 2، خلاص بس عشان اللي مو عارف التحويل من سنتيمتر إلى متر ضرب 10 سالب 2. طيب وعوضنا عادي طبيعي. هنا بالسؤال أعطاني الكثافة حقت الأويل 900 أعوض فيها اللي هي الجي 9.8، الارتفاع اللي طلعته 0.15. جبنا القيمة الأولى اللي هي 2450، جبنا القيمة الثانية طلعت لنا 1323، جمعناها طلعت 3773 باسكال. طيب يبغاها بالكيلو باسكال، أعوض اللي هو أقسمها على 1000 وبيطلع لي الناتج، وهذا بس الحل. إذا ما فهمتوا شيء معين عادي تقدرون تسألوني بالأشياء اللي شرحتها يعني.